ونريد أن ننتقل الآن إلى خبر آخر، وهذا الخبر يهم جميع المواطنين الأردنيين، وتحديدا عند الحديث عن الضمان الاجتماعي، حيث أوضحت المؤسسة بأنه بإمكان المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة طلب إعادة جدولة المديونية المترتبة عليها للمرة الثانية والاستفادة من الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة 50% وبفائدة تقسيط 1%. التفاصيل مع الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي شمال المجالي. صباح الخير وأهلا وسهلا بك، نريد من حضرتك متابعة سريعة. المواطنين يعني سمعوا يوم أمس في بعض القرارات التي أصدرتها أيضا رئاسة الوزراء، ويريدون أن يعرفون مصير اشتراكاتهم في هذه البرامج. نعم سيدتي، أسعد الله صباحكم صباح الإخوة المشاهدين. الحقيقة بالأمس صدر البلاغ رقم 52 لسنة 2021 عن دولة رئيس الوزراء، وهذا البلاغ تضمن عدة بنود. البند الأول كان متعلق ببرنامج استدامة واستدامة المعدل، حيث سيتم تمديد العمل في البرنامجين حتى نهاية شهر حزيران المقبل. طبعا برنامج استدامة للتذكير هو برنامج تشاركي بين الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي، يستهدف المحافظة على استقرار العمالة الأردنية في سوق العمل. وحقيقة من خلال الدراسات التي تجريها المؤسسة يعني ما زال هنالك العديد من المنشآت والقطاعات الاقتصادية المتأثرة في جائحة كورونا، وهنا نتحدث عن المنشآت العاملة في مجال السياحة والمنشآت العاملة في قطاع النقل وبعض المنشآت الأخرى مثل الفنادق والمطاعم في البتراء وغيرها. ما زالت هذه الأنشطة تعاني من ضعف في يعني مستوى تقديم الخدمات والسلع ويعني النشاط بشكل عام، بالتالي لابد من دعمها. فهذا البلاغ سوف يساهم في أجور العاملين حتى نهاية شهر حزيران القادم. نعم، هل هناك أي خطط لتوسيع دائرة أو رقعة المستفيدين من هذا البرنامج؟ الحقيقة يعني مبدئيا المنشآت التي كانت مستفيدة من برنامج استدامة والتي كانت مستفيدة أيضا من برنامج استدامة المعدل هي التي ستكون مستفيدة حاليا من فترة التمديد. نعم. وهذه المنشآت يصل عددها إلى 2400 منشأة، ومن المتوقع أن يصل عدد العاملين المستفيدين من خلالها إلى 41,000 عامل. ولكن نحن في ظل توفر المخصصات لهذا البرنامج سوف ندرس إمكانية إضافة منشآت جديدة إذا كانت هنالك ظروف يعني خاصة بها متعلقة بأنشطتها الاقتصادية. هذا كله قابل للدراسة، ولكن مبدئيا المستفيد المنشآت التي كانت مستفيدة من هذا البرنامج. نعم، هل هناك أي رقم أو إحصائية لعدد المستفيدين من هذا البرنامج؟ برنامج استدامة اللي أطلق في شهر 12/2020 وما جرى عليه من تعديلات استدامة المعدل وبرنامج تعافي تجاوز عدد العاملين في المستفيدين منه 107,000 عامل. ولكن اليوم بعد أن تعافت العديد من المنشآت في شهر أيلول الماضي أطلقنا برنامج تعافي، حولنا بعض المنشآت إلى تعافي، وهذا برنامج قل في مقدار الدعم المقدم للمنشآت مقابل المنشآت الأخرى المستفيدة من برنامج الاستدامة الأساسي والاستدامة المعدل. أيضا هناك العديد من المنشآت خرجت من هذه البرامج. عادت تمارس أنشطتها بشكل طبيعي. اليوم في فترة التمديد كما قلت لك من المؤمل أن يستفيد 41,000 عامل يعملون في 2400 منشأة. نعم، سيد شمان المجاري ناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، كل التوفيق، وأيضا نتمنى من الجميع أن يكونوا يستفيدون من هذا البرنامج بالشكل المناسب لهم.